اصحابي عاملين انتوا دلوقتي في قناة العب مع دودو؟ يلا يا اصحابي، انا وانتو ودودو هنعمل سفينة بالمكعبات. اللي عنده مكعبات يعمل ايه يا دودو؟ لايك. بسرعة يروح يجيب مكعباته عشان يبني معانا السفينة. يلا هنعملها خطوة خطوة، واصحابنا هيعملوا في الاخر هيدوسوا على لايك عشان هتطلع سفينة جميلة. يلا نبتدي. استنى الاول نوري اصحابنا المكعبات. بصوا دودو جايب المكعبات دي. خلاص اوكي، يلا بقى نبتدي يا دودو. يلا يلا نبتدي. يلا يلا نعمل خطوة خطوة بقى يا دودو. الأول هنعمل ايه؟ واحدة كبيرة و كنت اتنين كبار جنب بعض. استنى نوري لأصحابنا. بصوا دودو حط اتنين كبار بالأحجام الكبيرة ديت جنب بعض. ودي هنا اهو. بصوا دودو حطها فين؟ هنا. بعد كده الكبيرة كبيرة اهي. هنا انا عايز اعملها. اعملها انت. يلا حطها اهو. و واحدة صغيرة. شاطر. اوكي على الطرف هنحط واحدة صغيرة هنا، واحدة كبيرة، واحدة كبيرة هنا، هنا واحدة كبيرة، واحدة كبيرة هنا، واحدة صغيرة. شايفين يا اصحابي؟ لازم نوري اصحابنا يا دودو عشان هم بيبنوا معانا. شايفين احنا كده وصلنا لغاية هنا اهو. بصي اصحابي دودو حطها هنا وكمان واحدة. واحدة وكمان واحدة وكمان واحدة. أساعدك؟ دي واحدة اهو. واتنين واحد اثنين. بعد كده دودو حط اتنين صغيرين هنا. وبعدين يا دودو وبعدين واحدة برضو صغننة هنا. هنا لا هنا. و بصوا حط دي كمان هنا. يلا وبعد كده هنعمل ايه يا دودو؟ اتنين كبارين. لا حط واحدة واحدة عشان صحابنا يشوف. واحدة واحدة هنحط دي هنا. ها دي هنا. وبعدين وواحدة كبيرة وواحدة اتنين صغيرين فوق بعض. يلا هنا هنا هنا. واحدة هنا وواحدة هنا وال هنا. بصوا دي بقى شكل السفينة اللي دودو عملها. بصوا وعندنا كمان سفينة، عندنا اتنين. تيجي نسمع بقى السفينة بتمشي فين؟ طب يا دودو بتمشي دايما في النص. ده السفينة بتمشي على المية. تعالوا نسمع بقى صوت السفينة. سامعين يا اصحابي صوت السفينة؟ يلا يا اصحابي بقى بعد ما عملنا السفينة بسرعة دوسوا على الاشتراك واعملوا سفينة زيها واعملوا لنا ايه يا دودو؟ لايك. بنحبكم قوي يا اصحابنا. باي.